قانون التظاهر، قانون الخدمة المدنية، قانون تحصيل العقود، قانون مد الحبس الاحتياطي، قانون المنشآت العسكرية. في كام واحد كده ممكن يظبط النسبة مظبوط؟ دي قوانين أثارت مدى المجتمع، دي بره الجملة، دي المجلس ده ممكن يناقشها ومفروض يطالب من بغض النظر مين المجلس ده. ضربوا شدها بوضوح ومفيش حاجه اسمها يصبح عليها، وضربوا الاسقاط. هيستدوها مش هيستدوها ده موضوع تاني. اذا يجوز انها تتناقش، يجوز يحصل كذا حاجات تسقط، يجوز تتعدل، ويجوز ما يحصلش كده، يبقوا زيهم زي برلمان 2010 مفتوحين من اول دقيقه قدام الناس كلها، مش قدام المجتمع. قدام كل مواطن متداخل في قانون الخدمة الاجتماعية، قدام كل مواطن اتكعبل في قانون العقود وهكذا. فدول الاقتراحين بتوعي اللي بقترح ان نتبناهم ونشتغل عليهم. حملة بكام قانون اللي هو فضايح كبيرة، واللي الناس كلها تبقى انها فضايح لاسقاط عشان المجلس ما يعديهمش بدون مناقشة، ويطلعهم لوحدهم ويبانوا، و قام الصوت على طريق التواصل.